مواعيد ثقافية كثيرة نحن بانتظارها ابتداء من اليوم، والبداية مع أوكومانسمان إتي بيروي، وهو عنوان لمعرض الصور يلي بينطلق اليوم بجاليري أليس مغبغب وبيستمر لغاية 10 تشرين الأول. بيتضمن هالمعرض صور لهدى قساتلي، صور صورت فيهم بيروت مناطق مثل الروشة والرملة البيضاء، مع نصوص لنجاة نعيمي نصيف، نصوص تعنى بالبيئة. من بعد سنة ونص ما زالت عروض هشك بشك شو مستمرة على خشبة مسرح مترو المدينة، وهالأسبوع رح نكون على موعد مع عرضين نهاري الخميس والجمعة. الأبواب بتفتح التسعة ونص والعرض ببلش بتمام الساعة 10 المساء. الدورة المقبلة من مهرجان بيروت للرقص المعاصر بايبود بتنطلق ب 9 نيسان وبتستمر لغاية 26 نيسان، يمكن الموعد بعد بكير، ولكن آخر مهلة لقبول طلبات الفرق المشاركة ب 15 أيلول، وبنشوف مشاهد من البايبود السنة الماضية. والتفاصيل كلها بتلاقوها على الموقع الإلكتروني الخاص بفرقة مقامات مقامات.org. السفارة الإسبانية بلبنان معهد سان بارتس وجمعية متروبوليس دعوا لدورة خاصة بالمخرج الإسباني كارلوس ثورة. هالدورة اللي انطلقت بأربع أيلول بتختتم فعالياتها بكرة مع عروض يومية للمخرج كارلوس ثورة. اليوم 9 شهر موعد مع عرض فيلم جويا إن بويردوس، والعروض بتبلش على الساعة 8:30 المساء. Vienes conmigo a dar un paseo. La vamos a tener flores, las otras bellas. اليوم العرض الأخير لمسرحية خطوات أو فوتفولز، هالعمل من إخراج يوسف الكبرى وتمثيل كارول عبود والنص مقتبس عن سامويل باكيت. العرض ببلش على الساعة 8:30 المساء على خشبة مسرح دوار الشمس بالطيوني، ومدة العرض نص ساعة. منتابع مع مواعيدنا الكتيرة، وجوقداح بيقدم جوقداح شو من بعد ما قدمه الأسبوع الماضي، كمان رح يعطينا موعد بكرة بعشرة الشهر على خشبة مسرح الجميزي، وعرض لمجموعة من مشاهد من مسرحيات كتيرة قدمها جو خلال السنوات الماضية. وبيرجع بينتقل من الجميزي إلى باريس ب 2 و 3 أول، وبيقدم عرضين بالميزون دي كولتور دي مود بباريس. فأذان ونشوف مشاهد لجوقداح. مليون سيناريو عم بيركب براسي، بغط الميزان بالشايات، بعمل حالي محرور، بفرك توم تحت باطي، بحط صابون بعيوني وبقول صابوني بالعين. بس لا، امي واقفه فوق راسي، يلا جو قوم رح يسبقك الاوتوكار. اوكي مام بليز بليز بليز، بعد 3 دقايق. لا جو قوم، واضرب شي لما امك تسحب لك الحاف وتكشفك. اوكي اوكي خلص خلص عذاب. مين منا بحب الوعي بكير كان على المدرسه ما عداها هي. نرجع للمعارض، وبتدعي جاليري تانيت لحضور افتتاح معرض مشترك للفنانين شوقي يوسف، وليد صادق، جاكو ريستيكيان، بسام اهوجي، عيسى ديبي، وغيث الامين. الافتتاح اليوم بتمام الساعة 6 بعد الظهر، وهالمعرض بيستمر لغاية 20 ايلول، بيفتح ابوابه يوميا من 11 قبل الظهر لغاية الساعة 7 بجاليري تانيت بمعلم خايل.
نوستالجيا عنوان الأمسية اللي بتقدمها الفنانة تانيا صالح، وبتقدم خلالها مجموعة من الأغاني القديمة، أغاني باللغة الإنجليزية والعربية كانت تسمعها الفنانة تانيا صالح أثناء طفولتها. وآخر السنة متوقع إطلاق ألبومها الجديد اللي بيحمل عنوان شوية صور. بنسمع للفنانة تانيا صالح. حط لي اثنين من هون، واحد من هيدا، واحد من كل واحد من هول. إيه؟ وهيدا الكبير إذا ما عم بيساع حطه على الوجه. معلش سلمه عظيم. ليلي بسألك شو ما أقول. نرجع على خشبة مسرح دوار الشمس ومسرحية أليس يلي ترجع لبيروت. هالعمل من تأليف وإخراج سوسن أبو خالد، ومن بعد جولة قامت فيها المخرجة بالقاهرة وألمانيا. المسرحية بترجع لبيروت وبتقدم فيها المخرجة بعض الهواجس الطفولية ضمن قالب بسيط. العروض بتنطلق ب 18 أيلول وبتستمر لغاية 21 أيلول. فأذان على خشبة مسرح دوار الشمس بالطيوني. إيدي ساندز بيقدم End of Summer Festival 2014، وعلى مدى 3 ليالي رح بيستقبل فرق فنية كتيرة رح بتقدم عروضها. الموعد المقبل بكرة 10 أيلول مع فرقة The Seven Kings، وهن من عائلة الجيبسي كينز وبنسمع لهم. أما ب 12 أيلول فالموعد مع أليكو حبيب، وب 13 أيلول موعد مع شرم أوف ديبتش. جمعية متروبوليس يلي قدمت تظاهرة سينمائية بالتعاون مع The Garden بعنوان Troubled Symphonies، وكانت كل الأفلام يلي انعرضت بـ The Garden بتدور بفضاء عالم الروك، وبتتناول مواضيع عن فرق روك عالمية مثل The Doors، Pink Floyd، Sex Pistols وغيرهم. الموعد الأخير بـ 12 أيلول مع عرض فيلم The Door. هالفيلم من إخراج أوليفر ستون وبطولة فال كيلمر يلي بجسد فيه دور الليد سينجر لفرقة The Doors جيم موريسون. ومنشوف بعض المشاهد. He's screaming for change, Morrison. We gotta make the myths. Oh! You need to say the first shaman invented sex. The other side. Break on through to the other side. They call him the one who makes you crazy. والموعد الأخير عمل مسرحي بعنوان الزودة، عمل بتستضيفه خشبة مسرح الجميزة ابتداء من 19 تموز. اقتباس وإخراج ناتالي سلامة، ران صعب وناتالي كاتورا، وتمثيل ناتالي سلامة، ران صعب، ناتالي كاتورا، ديانا البني وحسين قووق. والعروض بتكون من الخميس الأحد على الساعة 8:30 المساء. نحن جولتنا الثقافية وصلت على ختامها. بناخد فكرة أكثر عن حركة السير هلأ. جولة منبدأها من خلال الكاميرات ببعض المناطق اللبنانية، والبداية من جسر سليم سليم يلي عم بيشهد على حركة سير ناشطة بالاتجاهين، إنما كثيفة أكثر باتجاه بيروت. على الزلقة كمان باتجاه بيروت حركة كثيفة مثل صباح كل يوم. على رومبوان صيدا اليوم الحركة أقوى من باقي الأيام مع بعض التوقفات. اليوم بجوني كمان حركة سير كثيفة وناشطة باتجاه بيروت، خفيفة باتجاه صوب الشمال. وعلى مثلث خلدة بكل المحاور حركة سير ناشطة. لمزيد من التفاصيل معاون اول محمد ظاهر من غرفة التحكم للمرور ببيروت. صباح الخير. صباح الخير، كيفك؟ يعطيكم العافية. وانت كمان تفضل. يعني مثل ما حكيتي حضرتك، حاليا عنا نص الاسبوع بكون عنا حركة سير ناشطة على مداخل بيروت الشمالية والجنوبية، وكذلك عنا المدخل الشرقي من الصياد. نعم، وخصوصا يمكن انه مبارح واليوم في بعض مدارس بلشت تفتح ابوابها صحيح. رجعنا نشهد عجقة المدارس على الطرقات. بالاضافة الى بعض المدارس بلشت، عم بتبلش عنا الشوارع تشهد حركة سير ناشطة الى كثيف. نعم. مدخل بيروت الجنوبي عنا حركة سير ناشطة من خلدة بتصبح كثيفة على انفاق المطار، وكذلك باتجاه الوزاعي ما في عنا اي عوائق. نعم. المدخل الشرقي من الصياد حركة سير ناشطة من كواعرية نزولا باتجاه المدرسة الحربية الصياد.
المدخل الشمالي عندنا حركة سير ناشطة من الكازينو، بتبلش عندنا كثيفة من جسر الملعب البلدي، تتحسن تدريجيا حتى نفق نهر الكلب. نعم. بترجع عندنا حركة سير كثيفة من جسر الضي، بتكمل كثيفة حتى جسر انطلياز جل الديب، مرورا بنهر الموت حتى دور الكارنتينا. نعم. كذلك عندنا من انطلياز باتجاه انطلياز ساحة باتجاه الاوتوستراد عم تشهد حاليا حركة سير كثيفة مع توقف للسير. الاشارات خباز اتحاد جديدة حركة سير ناشطة الى كثيفة باتجاه مستديرة الصالومي، بتبلش عندنا مع توقف للسير من مستديرة الصالومي باتجاه الحايك نزولا حتى جسر الواطي. اوكي. اوتوستراد الرئيس الهراوي حركة سير كثيفة باتجاه تيل دي. بالنسبة لبيروت عندنا حركة سير كثيفة مع توقف للسير من جسر الفياض باتجاه مستديرة العدلية حتى المتحف السوديكو. بربير وكورنيش المزرعة بلشت عندنا تقوى حركة سير تدريجية باتجاه الكورنيش. واخيرا عندنا جسر الكولا حركة سير كثيفة الى ناشطة الى كثيفة من المدينة الرياضية باتجاه نفق سليم السليم الوسط. يعني نفس المحطات يلي بنتوقف عندها كل يوم وبكون فيها حركة سير ناشطة كثيفة اكثر من باقي المحطات. هلا مع كمان بداية المدارس بتبلش هذه الحركة كل يوم تقوى تدريجيا. نعم. حوادث السير بين امبارح واليوم؟ بالنسبة لل 24 ساعة تسجل عندنا 8 حوادث نتج عنهم 13 جريح وقتيلين من جراء حادث السير اللي حصل بالامس في طرابلس. نعم. وبخصوص الطرقات اللي عم بتم قطعها سعد نايل من بيناتهم عم بيكون في لهم طرقات فرعيه ثانيه؟ هلا حاليا ما في عندنا اي طريق حسب ما افدنا من العمليات بجميع لبنان. ما في طرقات عندنا اي طريق مقطوع حاليا. ان شاء الله خير. شكرا لك المعاون اول محمد ظاهر، يعطيك العافيه. بنحكيكم بكره اكيد لمزيد من التفاصيل حول حركه السير. فاصل اعلان جديد من بعده متابع اخبار سبع، خليكم معنا.